الاشكال اللي تنعيشوه مع هو الدعم ديال التماسك الاجتماعي اللي مكلفه به التعاون الوطني، والوزاره الوصيه على القطاع ديال التعاون الوطني هو اللي هي من المسؤولين. الاشكال اللي كاين انه لحد الساعه الاجور ديال الناس باقي ما توصلها شي بهم. ملي تنتصلوا لا بالوزيره لا بمدير العام ديال التعاون الوطني تيقول لك باقي ما جاتش الفلوس من عند وزاره الماليه. انا تنتسائل اليوم واش غير هاد الفلوس ديال هاد الاجور ديال هاد الناس اللي ما جاوش، ولا الاجور ديال جميع الموظفين. انا تنعرف رئيس الحكومه تتخلص، الحكومه تتخلص، البرلمان والمستشارين باش وعلاش هاد الناس هاد الشريحه من المجتمع وعلاش لا بالخصوص هذا راه هاد الشيء مشكل على الصعيد الوطني. غير انا من اكبر الجمعيات على الصعيد المغربي اللي عندنا واحد 135 اطار تربوي، يعني الشهر 65 مليون في الشهر اللي هو قيمه ديال الاجور ديال الموظفين. اذا هذا لا هذا مبلغ مهم. اذا انا تنعتبر الجمعيه راه جمعيه كبيره اللي عندها المنفعه عامه سنين متعدده، وكذلك مقاوله لانه مخدم 135 عائله اللي عايشه هنا، بغض النظر عند 500 طفل وطفله كذلك اللي والديهم تيجيبوا الوليدات لهنا كل واحد تيترزق. انا اتحدى اي واحد جا يشوف لي هنا ما كاينش الطفل اللي تيخلص واحد 100 درهم في الشهر، وكلمتي لا اكثر ما تيخلصوش. وثاني ما عندهمش، هادو فقراء عباد الله، هي المسؤولين اللي تشوف تنقول لك انا كاين الاعاقه وكاين الهشاشه وكاين كذلك الجهل، لانه هاد الشريحه الناس ما قارينش ما عارفينش. هذا راه قنبله بالنسبه لي انا. هاد الناس هادو راه حنا الا شدينا خمس من هاد الوليدات، الناس وحده دايره في الراشه، وحده تتمشي تسعه، وحده تتمشي للحمام كساله، كل واحد والظروف اللي تعيشها المغرب راه معروفه اليوم. راه اذا هذا هو المشكل ديالي، وكتبنا لرئيس الحكومه مراسلات وشفنا الوزاره وشفنا كذا. والله العظيم انا بعدا انا ما بقيت عرفت والو اش واقع، لانه علاش انا تنشوف الملك البلاد دير واحد قيمه مهمه لهاد الشريحه من المجتمع. يعني هذا لما تيكون في شي اي مدينه كان فيها تلتفت لهاد الناس ودائما حاضر معاهم عند واحد العنايه خاصه بهاد الكذا. ولكن هاد المسؤولين واش ما تياخذوش من سيدنا شويه؟ وهاد الحكومه مالهم؟ هاد السي العثماني طبيب، لكن شي حاجه السي العثماني، تنقول السي العثماني كاين شي خلل عندك، واش انت ما تدخلش وانت حكومه، انت مسؤول على الحكومه، لانه هذا قطاع ديال اجتماعي ماشي ديال وزاره التنميه الاجتماعيه. على الست شهور هذه ما تخلصناش، الست شهور حنا في حوار وكندو كنوصلوا الميساج ديالنا للمسؤولين، ولكن للاسف كيقابلونا بدون صمت. حنا تنشكروا الوزيره اللي استقبلتنا، ولكن هذا الشيء ما كانفيهش. بغينا السي العثماني يتحرك، لان المشكل كنت تنظن انه كيتزوج وزاره، وكنطلبوا من السيد رئيس الحكومه السيد العثماني انه يتحرك باش يقود هذه الاسر. راه الاسر ديالنا عرضه للتشرد، ما بقيناش باش نوكلوا ولادنا باش نلبسوهم رمضان. هذا انسان عايش بسبع شهور راه لا يعقل. هذا تضامن منا، تضامن منا مع الجمعيه، تضامن منا مع المعاق، تضامن منا مع الوطن، لانك في كوفيد 19. ولكن علاش جميع الناس كيتخلصوا؟ علاش القطاع كامل العام كيتخلص وجيت لعندنا وسقف؟ علاش؟ حنا مواطنين بحالنا بحال القطاع العام، كيخص الدولة تشوف الالتزامات ديالها، صرفنا الأجور ديالنا لأننا صافي وصلنا. هذا هو الحق. الأسر ديالنا غادي تخرج الشارع. فينا الناس اللي كارين طردوا؟ فينا الناس اللي ما لاقيش ما ياكلوا ولادهم؟ الناس ولات كتسعر. إذا راه غير معقول تنترجاو من السي العثماني السيد رئيس الحكومة الله يخليكم لما تحركوا ناخذوا 132 اسره عودة للشارع، و500 طفل معاق ذهني اللي غادي تشرد وغتخرج الشارع. حنا ناضنا كمواطنين المواطنه ديالنا تحملنا 17 شهور. جا الدور ديالكم انتم كمواطنين انكم تضامنوا معنا وتصرفوا كمسؤولين انكم تصرفوا الاجور ديالنا اللي نقدان هذه الجمعيه ونقدان الاطر ديالها. راسلنا السيده الوزيره استقبلات السيد الرئيس، وكنشكر على الاستقبال وعلى الحوار، ولكن هادشي غير كافي. خص السيد رئيس الحكومه يتحرك، السيد رئيس الحكومه خصو يتحرك ويحل الملف. بطبيعه الحال العمل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه راه ماشي سهل، يعني راه كيتطلب واحد يعني الصبر وعمل، يعني خاص يكون نوع من الجديه، وكيكونوا ماشي غير اولاد، يعني كيجيو راه بحال اولادنا، حنا دايرينهم، حنا كنا اسره، ويعني كنبذلوا كل ما في وجه يعني المجهود ديالنا باش نطوروا من القدرات ديال ذاك الوليد، باش يعود حتى هويا عنده الحق ديالو بحال الباقي الولاد، يعني الاسوياء يعني داك الشيء. ولكن المشكل اللي مطروح
اننا دابا حنايا راه حنايا دابا هذا بريسك شهر السابع، يعني سبع شهور حنا داخلين في شهر السابع وباقيين ما تقاديناش الاجور ديالنا. عرفتي شنو راه يعني راه ما لقينا باش ناكلوا، يعني انا لقينا مشكل تفل اننا باش نجيو للمؤسسه عندنا التنقل، يعني طاكسيات، يعني عندنا يعني التزامات بزاف، هذا الاسر ديالنا عندنا يعني ما لقيناش باش عندنا كناخذوا كريديات من عند الناس، وشحال قد الناس يعطوا كريديات. لهذا بغينا الحكومه يعني المسؤولين يعجلوا في هذا الملف، الحكومه اللي خاصها تحل هذا المشكل باش يعني راه عندنا كنعيشوا في واحد الوضعيه مزريه، ربي هو اللي كيعلم هو اللي عالم عليها. حنا ماشي مده سبع شهور، حنا راه دابا سبع شهور غنكملوها، راه ما بقى لها غير اسبوع، حنا غندخلوا في الثامن. دابا ما بقيناش كنحسبوا على الشهور، ولينا نحسبوا على السنه. لان ماشي معقول انسان ينوض في الصباح يتم جاي خدام كيخسر مصروف باش كيوصل للجمعيه، وكيجي كيأدي واجبه من على احسن طراز. يعني هاد الوليدات ما نقدروش حنا نتخلاو عليهم، يعني اللي خصو شي حاجه كنديروها ليه حتى كيوصلوا الوليدات لديورهم. ولكن حنا شكون اللي شاف فينا؟ حنا بعدا اولا نهضر لك على راسي، ما بقى حتى حد كيتيقنا باننا حنا يسلفنا، لان ما عندناش فين نردوا ليه. اللي سلفونا دابا راه تابعينا، وفوق هذا الشيء كله ما عندناش خصو كرانا. واشنو يخرجونا من الكرا؟ واحد ساكن سنين ويخرج من دارو بسبب الحكومه؟ العثماني خصو يشوف هذا المشكل ديالنا. راه عندنا وليدات تيقراو، حتى حنا عندنا وليدات في الجامعه، عندنا ناس مراض معنا في الدار، راه افراد الاسره كلها كتعيش في واحد الجو ما هواش. يعني حنا ما حاسينش بالجو ديال رمضان نهائيا، ما بقيناش كنشوفوا حنا الشهوات كتشهي هذه ولا تشهي، كنشوفوا رزقنا حنايا فلوسنا فينا هي باش نخلصوا المسائل اللي علينا. ها هو تكون بوليداتك، حيت ما يمكنش ولدك الصباح ينوض يبغي يمشي لافاك تقولي لي ما عنديش، مستحيل. خاص القطاع الوصي اللي مسؤول على هذا القطاع وعلى راسهم رئيس الحكومه، ان كناشدوا وكنطالبوا باش يشوف من الحال ديالنا حنا كمربين، اللي حنا كنديروا واحد المجهود كبير اتجاه الاطفال المعاقين ذهنيا، لان هاد الوليدات حتى هما الا مشينا حنا في الغي يمشيو، واش يمشيو للشارع؟ فكيف يعقل؟ علاش الناس ديال الوظيفه العموميه كيتخلصوا في الشهر ديالهم قبل ما يدخل الشهر كيتخلصوا في الشهر ديالهم؟ لان كيأدوا واحد الدور، الله يعينهم. حنا ماشي كنحسدوهم، ولكن بالمقابل حنا عندنا الدبلومات ديالنا وداخلين بالدبلومات وداخلين بالتجارب ديالنا بحالنا بحال دوك الناس اللي في الوظيفه العموميه. علاش ما يتخاتش واحد المسار، نفس المسار ونفس النهج اللي كيتخلصوا به واللي متخلصوا به؟ بالاحرى حنا ما كنطالبوش بكل شهر، حنا دابا ولينا غندو نحسبوا الاعوام، حنا فتنا دابا سبع اشهر والناس ما خداش المستحقات ديالهم. فكيف يعقل كيفاش غيعيش هذا الانسان بحد كرامه واحد العزه في البيت ديالو هو ما عندوش الفلوس؟ فيها باس نضرب في الاحوال ديالنا، في الاحوال ديالنا ان هي حقوق، وحنا ما بغيناش نتحولها حقوق، حنا بغينا نحولوها للجانب حتى الانساني. هي راه حقوق كينص على الدستور، ولكن حنا بغينا نشوفوها من الجانب حتى الانساني. راه هذا راه هذا هذا راه مزيد ديال التربيه ديال الاطفال المعاقين ديالنا. فهاد الدراري هاد الوليدات كما كنشتو راه ما يمكنش هاد المؤطر ولا هاد المربي يبقى كيدير واحد المجهود هو ما محفش ذاتيا، هو ذاتيا ما عايش مزيان، ما محفش ما عايش مزيان. فكيف يعقل انه غيهز هذيك القدرات ديالو هو ويعطي لهذاك الدري تا هو يولي تا هو مزيان؟